المهارة الجواس إذا تمرقان اثنين العيون رعيد انتمت أي انتمت من الندم رعيد انشع اثنين الحوايج تمرقان بقور سنين والست في مغاسي اليوم شان القرن من زيد جنها سبحان القرن بزاف ما يتعلق سنهارا بجنها حما غاسي بد الشاعر ثاني غزلوي حما ذي الساس إيش مجموعة من الأسئلة التي تروضن في الحياة الناس الكتابية فأعتقد أنه نهار ذي جواس إذي غي يجاوب في الأسئلة الشاعر من يوض من تاري أمي تاري مخي تاري مثل جني تاري في نذ أسئلة مر وش من تاري تنفض نشان غا يوذن يستهجن يخي السوال من يشان الشعر النظر نزمى له نزمى الشعر يتوكب من الجن هرى ذي ذو ذات الشعر نهرى ذي جن المادة خصبة لسيغة النار الإنسانية الإنسان نزمى أن السورخ من دلغي تقسن نزمى أن السورخ من دلغي همن نجاوب خمار ذي مسايد دوشت فالشعر الأمازيغي مش يغمر أم الشعر الجلي دونشت يتجاوب استيذت خل الأسئلة يتجاوب خميني همد بنادم يتقس الحال يتقسس الحال الشاعر الأمازيغي أخميت في القضايا الجلي دونشت أم الكمرنت يتحس الزيسنت أنت في شعراء زياريف توكب من يجلي العالم في الكتابة نسل فمن يستفرح بزاف وستي أذير إذا جن حيواس حيما غاسن بالدمارة إذا جن واس أذا سينيق يوزداوين إلى الشاعر كورس شكر أتي لي الدرس بحال أذير الشاعر نجي تقول غورة ودونشت وقدس ما ضرب 20 قدس الزوار نسل